السلام عليكم طلبة الأعزاء، طلبة المرحلة الرابعة فرع هندسة جيوماتيك. محاضرتنا هي محاضرة ثالثة ضمن كورس Geodetic Positioning with GNSS. سوف نتكلم اليوم على حقيقة على مدارات الأقمار الصناعية للقمر GPS. يمكن حقيقة استخدام ثلاثة مجموعات من المعلومات المدارية اللي هي تعرف بالorbital information أو التقويم الفلكي بالإفمرس للأقمار الصناعية لنظام لتحديد الموقع العالمي GPS ومن خلال إيجاد الموقع والسرعة للأقمار بأي حقبة زمنية معينة، وذلك من خلال أول شيء التقويم الألمنس اللي هو جزء من عنده يأتي من خلال الإشارة الملاحية أو الرسالة الملاحية اللي تجي مع إشارة الجي بي اس، فهي والتي تعرف بالجي بي اس نافيجيشن مسج. هاي واحدة. ثانيا التقويم الفلكي، يعني هنا هذه المعلومات أو التقويم الفلكي اللي يعرف بالبرودكاست افمرس اللي هو جزء من الرسالة الملاحية للجي بي اس لتطبيقات تحديد الموقع على مستوى تحديد الواحد متر تقريبا فور ميترز قياس المستوى البوزيشنينج، وكذلك التطبيقات الملاحية والنوع أو البيانات الأخرى أو نسميها المعلومات الأخرى هي اللي تعرف بالبريسايز إفمرس واللي تستخدم مع تصحيحات ساعة القمر الصناعي في تطبيقات عالية الدقة اللي هي التطبيقات الجيودسية. طبعا ذني نسميها المعلومات المدارية الثلاثة الالمنس والبرودكاست افمرس والبريسايس افمرس تختلف بما بينها في دقة البيانات الملاحية، فتتراوح بين الالمنس الى كيلومترات، في حين بالنسبة للبرودكاست افمرس تصل الى واحد متر، في حين بالبريسايس افمرس تتراوح بين 0.05 الى 0.2 متر. هنا نجي على يعني هنا يعني جي بي اس بريسايس افمرس يولد حقيقة يعني من المواضيع الرئيسية والمهمة حقيقة في نظرية الجي بي اس وفي عمل الجي بي اس، فهو حقيقة مبدأ العمل مال الجي بي اس. يعني ليش هذا؟ لأنه مبدأ العمل مال الجي بي اس قاعد يعمل على شنو؟ على قياس مسارات إرسال الإشارة من مواقع الأقمار الصناعية الدقيقة والموثوق بها إلى موقع جهاز الاستقبال الغير معروف مكانه. هاي أولا. ثانيا إنه تطبيقات تحديد الموقع عالية الدقة
تتطلب أعمال تحكم الجيودسي ومراقبة الحركة التكتونية، يعني اللي هو البليت تكتونيك موفز، واللي تحتاج حتى إلى تحديد مسارات ومدارات الأقمار الصناعية. نظريا حقيقة رياضيا شلون ممكن أن نتابع أو نوصف هذه المدارات؟ طبعا أول توصيف رياضي لمدارات الأقمار الصناعية كان من قبل العالم جوهانس كيلبرز اللي هو بال 1571 ل 1630، واللي هو مثل هالقوانين الثلاثة الشهيرة، واللي طور قوانين كيبلر حول نظرية حركة الأقمار وتأكيدها لاحقا بواسطة العالم إسحاق نيوتن بال 1643 ل 1727 من خلال قانون الجاذبية الكونية. بشكل عام قوانين كيبلر ليست كافية لإعطاء وصف دقيق للأقمار الصناعية اللي تدور حول الأرض، ويرجع ذلك إلى القوى اللي نقدر نوصفها بأنها المضطربة التي لها مساهمة كبيرة في زيادة تعقيد تحديد معالم مدار القمر. الأسباب الرئيسية لهذه القوة اللي هي البيرتبغونك اللي هي القوة المضطربة أو القوة المزعجة إن صح التعبير، مثل الأسباب الرئيسية لهذه القوة هي قوة الجاذبية، مثل مجال الجاذبية غير متماثل للأرض، وجذب الشمس والقمر والكواكب الأخرى في الكرة السماوية، وتأثيرات مجال جاذبية الأرض ومدياتها وتأثيراتها النسبية. علاوة على ذلك توجد قوى غير جاذبية، يعني مثل ضغط الإشعاع الشمسي وسحب الغلاف الجوي، على الرغم من أنه الارتفاعات العالية، يعني هذا كله يعني نرجح أنه بالارتفاعات العالية هذه القوة الأخيرة ممكن أن نهملها، يعني لأن يكون تأثيرها ودخولها بنمذجة مدار القمر ضعيف. الدراسات العديدة تشير إلى أنه قانون كيبلرز للحركة واللي قاعد يشتغل على علاقة والمشكلة به هو العلاقة بين كتلتي الجسمين، ووفق القانون يعني نيوتن الثاني يمكن تشكيل علاقة رياضية تجمع بين القوى الخارجية والتسارع اللي يصير الإكسترنسيتي اللي يصير اللي يعمل على القمر الصناعي، يعني علاقة الكتلة مع الإكسترنسيتي وعلاقتها مع الإكسترنال فورسز القوى الخارجية. فالمعادلة هتكون second order، معادلة من الدرجة الثانية ثلاثية الأبعاد، من الدرجة الثانية ثلاثية الأبعاد، فتكون الـ F تساوي من الـ M في R، حيث أن الـ F تمثل القوة الخارجية اللي تعمل على القمر الصناعي، والـ M هي كتلة القمر الصناعي، والـ R يعني
هنا هو يمثل لي الاكسترنسيتيز اللي للتعجيل مال القمر و اللي يأثر على القمر. طبعا هنا ممكن انه الار يعني اللي يقسم الى نوعين من الار من التعجيل اللي هو الجرافيتي بارت والبيربلنت بارت اللي هو يعني التعجيل المتسارع للقمر واللي هو المسبب للاضطراب والتعجيل اللي جاي من القوة الجاذبية. فالآر التعجيل هنا هو عبارة عن التعجيل الاكسترنسيتي اللي جاي من الجرافيتيز والجرافيتي والعفو والتعجيل اللي جاي من البيرتفالنج اللي هو الاضطراب مال القوة الجاذبية. هنا نجي على يعني التسارع اللي يصير بين جسمين يعني اللي نسميها الاكسترنسيتي اللي جاي من الجرافيتي ممكن ان نكتبها بمعادلة تفاضلية من الدرجة الثانية اللي هو قانون نيوتن وحسب ما واضح امامنا بالمعادلة رقم 3 اللي هو الاكسترنسيتي اللي جاي من الجرافيتيز وتساوي لنا الجي ام في الار على الار تكعيب الار اللي هو قانون نيوتن للجاذبية الشاملة حيث هنا الار سب جي اللي هو التسارع الاكسترنسيتي بين مال الجرافيتيز وهنا الار السمول ارز اللي هو متجه القمر يعني ساتلايت بوزيشنينج فيكتور و الار للاس الثالث اللي هي مكعب اللي هي تمثل لي نصف قطر مركز الارض. نجي هنا على يعني العفو هنا بس فاتنا انه نذكر هذه العفو هنا القيمة مال لازم نذكرها انه القيمة مال الجي سب ام هي قيمة ثابتة يعني هذا اللي لازم وهذا يعني اللي هو له علاقة بكتلة الأرض وهي قيمتها ثابتة بالمعادلة مال نيوتن. حقيقة حتى نوضح حل معين ضمن حقبة معينة يمكن ان نعرف ست عناصر اساسية ضمن قانون كيبلرز. ضمن العناصر القيم الاولية اللي هي الانيشال فاليو اللي تعرف بايبوش تي نوت للقمر ببوزيشنينج تي نوت بسرعة ار ار وهنا القيم الحدودية القيم الحدودية اللي هي الباوندرز فاليوز بالفتر الحقبات الزمنية بالتي 1 والتي 2 والتي والآخرين.
بالضبط اللي هنا ممكن ان نعبر عن الـ perturbing accelerations اللي هو التعجيل المضطرب يحصل نتيجة لهذه العناصر اللي هي الاي اللي هو perturbing accelerations ممكن ان يعبر عن بدال للزمن للموقع مال المتجه القمر السرعة المتجه وبارامترات اللي هي غير معروفة او غير معلمة اللي هي كيو واحد وكيو اثنين وكيو الى اخره اللي هي يعني تسمى او يطلق عليها بالدايناميك بارامترز للفورس فيلد اللي هي هاي البارامترات مو دقيقة يعني من الصعوبة بمكان أن تحدد قيمتها بشكل دقيق لأنها هي تقريبية يعني ويمكن تقديرها في عملية تحديد المدار وبالتالي تصبح معادلة الحركة يعني for two bodies مشكلة وممكن أن توصف يعني هذه بالمعادلة الخامسة حقيقة اللي هي التعجيل اللي هي extremities ويجمع بين المعادلة الرابعة اللي هو واللي معادل التعجيل المضطرب مع معادلة اللي قبلها اللي هي معادلة رقم 3 اللي هو مال التعجيل الجرافيتيز بالتالي يصير عندنا معادلة تمثل الحركة لي بين جسمين يعني يعني لي اللي يوضح لنا العلاقة شلون يتحرك القمر ضمن المدار والتأثيرات القوة اللي عليها هنا إذا كان يعني هنا إذا كان كتلة الأرض حقيقة متمثل سفيريكاليزي كرويا يعني هنا ماكو احد يقدر يجزم بانه توزيع الارض كرويا وتذكرون سابقا في محاضرات الجيوديسي بالكورس الاول دائما انا اقول انه شكل الارض هو ليس شكلا منتظما ولهذا يعني هنا عدم التماثل يعني وعدم التجانس في كتلة الأرض هو اللي يسبب الاضطراب بالقوة في مسارات الأقمار وبالتالي إذا كان يعني إذا كان توزيع الكتلوي للأرض متمثل كروياً ويفترض أن الأرض هي الجاذبية على افتراض يعني هنا فرضية على افتراض أن الأرض هو الجاذبية الفريدة من نوعها وجميع القوى الجاذبية الأخرى اللي تؤثر على الأقمار هي تأثيرها الضئيل يمكن أن نصمم مدار القمر الصناعي من خلال 6 عناصر فقط من قانون كيبلر وهذا الشكل اللي أمامنا يعني يوضح لنا العناصر يعني تمثيل الموديل مسار القمر على وفق قوانين كيبلر للعناصر المدارية التقليدية
اللي يشار إلها بمستوى خط الاستواء السماوي عند الاعتدال في حقبة زمنية معينة. هنا قاعد يسولف على يعني جانوري 2000 الأول من جانوري الساعة الواحدة مساء، حيث يكون الاتجاه X، حيث يكون الاتجاه X هو اتجاه المتوسط للاعتدال الربيعي في هذا الوقت أو في هذا الزمن. يعني هذه يوضح لنا العناصر اللي تتحكم بحركة القمر واللي قاعد تشتغل على وفق قوانين كبلر.